انت كحيان يا محمد، دي اكتر جمله بيقولها الاعلامي خالد عليس واللي كل الناس بتحبها ليه. وهو في الحقيقه فاجئ متابعيه بطرح اغنيه جديده بقى اسمها يعني اسمها على اسم برنامجه اللي بيقدمه جديد، انت ما بقتش كحيان في العالمين. نشر المقطع الترويجي ده عبر صفحته الرسميه على انستغرام، وخلال الفيديو الترويجي لاغنيه خالد عليس الجديده حرص على اظهار معالم مدينه العالمين الجديده زي الشواطئ اللي نورت طبعا الشواطئ اللي موجوده في العالمين، النورث سكوير، الابراج، فعاليات ترفيهيه اللي هو كمان عملها زي الباراموتر والكره الشاطئيه. فخلونا نشوف الفيديو ده ونرجع نكمل كلامنا. الضرب بقى في المليان، في البيت للشغل وغرقان، في الحر بخر وعرقان، نفسي ابلبط ابلبط ابلبط، بس انا 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 كحيان. انا اصلا اجمد من جنبين، فورمة من غير التمارين، هنولعها قول سمعها، ما بقتش كحيان في العالمين، ما بقتش كحيان. يعني بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، ودي كانت مجموعه من الفعاليات اللي بتحصل في العالمين، ولسه متابعين ومستمرين في نقل جميع الفعاليات اللي بتحصل في العالمين الجديده ومهرجان العالمين الجديده. كل حاجه بتحصل هننقلها لحضراتكم من خلال برنامجنا. بكره ان شاء الله فعاليات اكتر وحفلات اكتر، ويمكن مفاجآت تانيه هيفاجئونا بيها في العالمين. كل ده هننقله لحظه بلحظه